أخبار الحادية عشر مشاهدينا، أهلا بكم أينما كنتم إلى تفاصيل النشرة. والمستهل بالذاكرة التاريخية، حيث تحيي الجزائر اليوم الذكرى 59 لعيد النصر الموافق ل 19 مارس 1962 الذي توج نضالا عسكريا ودبلوماسيا عسيرا انتهى باتفاق وقف إطلاق النار. تاريخ كان بمثابة نقطة انطلاق عهد جديد يتعلق بتقرير مصير شعب قدم تضحيات جسام من أجل فرض إرادته في الاستقلال واستعادة السيادة الوطنية على كامل التراب الجزائري، حيث تم إقرار وقف إطلاق النار في هذا التاريخ عقب التوقيع على اتفاقية إيفيان. هذا وتحتضن تلمسان الاحتفالات الرسمية لأحياء الذكرى، أشرف عليها الأمين العام لوزارة المجاهدين العيد دربيقة بحضور عدد من المجاهدين والسلطات المدنية والعسكرية للولاية. وهذا وتمت صباح اليوم قراءة فاتحة الكتاب على أرواح شهداء الوطن، كما تم إعادة دفن 6 رفات للشهداء بمقبرة الشهداء في الحناية. الصور التي تصلنا هي أجواء الاحتفالات الرسمية و دفن أحياء رفات المجاهدين الستة من قبل السلطات العسكرية والمدنية للولاية. نواصل أخبارنا وفي مواضيعنا التنموية، تم ربط 1500 مسكن بمنطقة بن ذياب بدائرة قجال بولاية سطيف بشبكة الغاز الطبيعي. سعيد بلونيس يتابع الموضوع. بن ذياب بدائرة قجال ولاية سطيف يستفيد سكانها من مزايا الغاز الطبيعي، المادة التي يعول عليها كثيرا لتنمية المنطقة الفلاحية بامتياز وتوديع المعاناة المتعلقة بقارورات البتان. منطقة باردة وكانت عندنا مشاكل تاع طرقات باش تحصل على قارورة الغاز، كان مشكل كبير يعني. حابين نديروا انه ما يكونش نزوح الريفي منه وجاي، لانه الفلاح احنا المنطقة تاعنا منطقة فلاحية بامتياز. احنا رانا الفلاح تاعنا ماذا بيه يخدم ارضه والله يروح للمدينة. احنا لو كان يلقى الغاز ويلقى طريق ويلقى المدرسة ويلقى النقل المدرسي لا يرحل ما يرحلش. العملية متواصلة بكافة بلديات إقليم الولاية والتي سجلت بها معدلات قياسية من شأنها الدفع بعجلة التنمية المحلية لتقفز بالتالي نسبة التغطية على مستوى الدائرة إلى 93%، هي نسبة معتبرة تعزز ريادة الولاية في مجال التغطية بشبكة الغاز الطبيعي والتي تقارب 97%. وما يسجل أيضا على هذه العملية التعاون مع جمعية المجتمع المدني وكذا المساهمة الفعالة للمواطن لعدم تسجيل أي اعتراضات على هذه المشاريع. متابعة لمستجدات الهزة الأرضية التي ضربت أمس ولاية بجاية، سجلت عدة هزات ارتدادية طفيفة الليلة الماضية فيما عادت الحياة إلى طبيعتها. هذا وتتواصل عمليات التنسيق بين مختلف المصالح التقنية ومنها الهيئة الوطنية لمراقبة البناء للتكفل بالمتضررين، حيث تم إحصاء تضرر أكثر من 300 مرفق. درجة الأضرار تفاوتت بين الخانة الخضراء والبرتقالية حسب الهيئة نفسها، فيما يواصل أعوان الحماية المدنية جهودهم لمرافقة المواطنين.
في الشأن الصحراوي، طالب مجلس الأمن والسلم الإفريقي أمس كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة دون شروط مسبقة، مؤكدا على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور، وذلك في بيانه الختامي الذي اعتمده حول اجتماعه بشأن الصحراء الغربية. كما طلب مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيانه من مفوضية الاتحاد الإفريقي اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي في مدينة العيون بالصحراء الغربية المحتلة على وجه السرعة، موضحا أن ذلك سيمكن الاتحاد الإفريقي من إعادة أحياء دوره في البحث عن حل سياسي للصراع طويل الأمد. في ملف العلاقات الأمريكية الصينية، اتهم كاتب الدولة لشؤون الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في لقاء الحوار الأمريكي الصيني الذي جمعه أمس بنظيره وانغ يي في ألاسكا، اتهم الصين بكونها باتت تهدد القواعد التي تضبط الاستقرار في العالم من خلال الهجمات الإلكترونية ضد بلاده والضغط الاقتصادي الذي تمارسه. من جهته، رد مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني أن بكين ستعمل على فرض إجراءات حازمة ضد ما وصفه بالتدخلات الأمريكية. أما عن جديد وباء كورونا عبر العالم، من المقرر أن تقدم اليوم لجنة الخبراء المعنية بسلامة اللقاحات لمنظمة الصحة العالمية تقريرا عن نتائج تحقيقاتها بشأن لقاح أسترازينيكا بعد إعلان الوكالة الأوروبية للأدوية على أن اللقاح آمن وفعال للحماية من كوفيد 19. إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن عن بلوغ بلاده بحلول اليوم الجمعة 100 مليون شخص ملقح. ختام أخبارنا مشاهدينا، نشكر لكم كرم المتابعة. دائما أخبار أخرى ترقبوها في نشراتنا اللاحقة. جمعة طيبة ومباركة، إلى اللقاء.